حنة الشعر أو صبغة الشعر باللون البني. لكل الناس اللي عايزة تتمتع بشعر بني بوصفة طبيعية 100%، شعرك هيتحول حتى لو كان لونه أسود هيتحول للون البني زي ما انت شايفة كده. وصفة رائعة جدا وكريمية، لو حطيتيها على شعرك لمدة ساعات قليلة جدا وتغسلي شعرك، شعرك هيتحول للون البني بوصفة بسيطة جدا وسهلة. ومكونات موجودة في البيت، تابعي الفيديو للآخر ومتنسيش اللايك والاشتراك في قناتي، وبحبكم جدا ويلا بينا. يلا يا بينا يا بنات على طول نبدأ في الوصفة بتاعت النهاردة لتحويل الشعر الشعر بتاعنا من أي لون احنا عايزينه للون البني الجميل جدا اللي هيليق على كل الناس. فيلا بينا على طول نبدأ في وصفة النهاردة. بنحتاج أي حاجة صغيرة عندنا، وبننزل عليها بحوالي كوباية كبيرة من المية، هنملأ تقريبا الكسرولة دي، وبعد كده ننزل بأي نوع قهوة عندنا احنا بنحبه. ناخد معلقة من القهوة، بس كده ونقلب كويس قوي ونطلعه على نار هادية لحد ما القوام ده يدوب، البني يدوب مع المية. واحنا مستنيين القهوة تغلي شوية نبدأ ننزل بالمكونات اللي بعد كده. هنجيب اي طبق عندنا وننزل عليه، بصوا، معلقة واحد اتنين من النشا الابيض او الكورن ستريتش زي ما انتوا شايفين كده اهو، ممكن ننزل بكمية اكتر كل واحد وعلى حسب طول شعرك. انت شايفة شعرك طويل، شعرك قصير، شعرك متوسط، ايه، كل واحد على حسب طول شعره. وبعد كده هننزل بالكمية المتبقية من نصه من القهوة. طبعا انا بهدلت الدنيا شوية بس ايه، هنضيفها دلوقتي اهو. بالكمية المتبقية من القهوة، النشا والقهوة بيساعدوا جدا، يعني الوصفة دي غير ان هي هتغير لون شعرك، لا وكمان بترطب الشعر جدا وبتغذي الشعر، والقهوة بتطول الشعر وبتنضف فروة الراس جدا. بنقلب اهو زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده ننزل بالمكون اللي بعد كده. هنحاول نحط كل الالوان عشان يعني كل الالوان اللي ممكن تخلي الشعر لونه بني. وبعد كده بننزل بالمكون اللي بعد كده وهو الكاكاو اهو، الكاكاو الخام، بناخد منه برده حوالي ايه معلقتين صغيرين، ونبدا ايه نقلب كل الحاجات كده اهي، كل حاجات البودره مع بعض اهو زي ما انتوا شايفين كده، كل المكونات البودره مع بعض تمام. وبعد كده هنشوف دلوقتي القهوة اللي حطيناها على النار وصلت لإيه. أهو غليت شوية أهو، وكل القهوة دابت مع المية كأننا بنعمل قهوة عادية جدا بس من غير سكر تمام. مستنيها تسخن شوية على نار هادية لحد ما نبص القوام، خلاص هي بقت مية دايبة خالص. وبعد كده بنجيب أي كسرولة كبيرة ونبدأ ننزل عليها إيه بالأدوات بتاعتنا، بننزل بالقهوة زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده بننزل بالحاجات البودرة تمام، بنقلبه كويس اهو. بصوا القوام دلوقتي هيبقى زي اللي هتشوفوا دلوقتي، هيبقى بني جدا وهيبقى رائع وهيتصبغ في الشعر بشكل رائع جدا. نطلعها بقى، واحنا بنقلبها كده هنطلعها على نار هادية لمدة دقايق واحنا بنقلب كويس جدا اهو. بنقعد نقلب كويس قوي تمام، وهي على النار هنقعد نعمل كده لمدة دقايق لحد ما يوصل لقوام كريمي، انا هوريه لكم دلوقتي. بصوا يا بنات لحد ما القوام بقى عامل ازاي، كأنه شوكولاتة بالظبط. بصوا القوام تقيل ازاي، ده بالظبط القوام اللي احنا ايه عايزينه عشان نحطه على شعرنا، كأنه زي الصبغة بالظبط او كأنه حمام كريم او كريم عادي جدا ما يضايقناش. يلا انا هحطه في اي طبق واوريكم طريقه الاستعمال بالظبط وكل حاجه عشان ما تعملوش مشكله وانتوا تحطوا لشعركم، عشان ما تحسوش يعني ان انتوا تايهين، هقول لكم كل حاجه دلوقتي. بصوا يا بنات اللون والقوام عامل ازاي، والله كانه ايه شوكولاته عايز يتاكل تمام. بصوا حلو ازاي،
وبصوا تقيل ازاي عشان نحطه على شعرنا براحتنا، ما يكونش بينقط ولا يضايقنا واحنا بنصبغه، عشان هنحطه مدة طويلة على شعرنا فما يضايقناش وما ينزلش على عيوننا وعلى ظهرنا وكل الكلام ده. بصوا جميل ازاي، واللون اللون ده بقى هيلقط في الشعر، هيبقى يجنن. تمام، هقول لكم بقى ازاي وطريقه الاستعمال الوصفه دي عشان تعمليها صح ومظبوط من اول مره ليكي. تمام، انت هتسيبيه يبرد طبعا، عشان هو بصوا مولع نار دلوقتي، هنسيبه مثلا نص ساعه ساعه يبرد. تمام، ممكن نحط عليه اي كيس بلاستيك كده وهو بيبرد. وبعد ما النص ساعة او الساعة يعدوا هنجيب شعرنا وهنقسمه نصين او اربع اقسام، وبعد كده هنجيب اي جلافز عندنا او اي كوانتي عشان اللون والكريم ما يلزقش في ايدينا. فايه، هنحطه بقى كل حتة كده وهنغرق شعرنا من اول الاطراف لحد الفروة بالكريم ده، وبعد كده نلف شعرنا كويس جدا ونسيب الوصفة دي على شعرنا من 4 لـ6 ساعات او 8 ساعات، من 4 لـ8 ساعات عشان اللون يتقل، عشان دي مش صبغة فاول ما تحطيها ساعة الا ربع اللقطة الشعر هيلقط، لا دي تعتبر حنة طبيعية، فلازم كل ما تسيبيها مدة اطول كل ما تبقى احسن عشان تلقط اكتر في شعرك. تمام، الوصفة دي هتلقط في الشعر الفاتح شوية، او لو انت كنت صبغة شعرك قبل كده هتلقط بسرعة قوي. للناس اللي شعرها اسود فحمة هتلقط بس بنسبة بسيطة جدا، فالاحسن انه تحاول انك على قد ما تقدري، بالذات الناس اللي شعرها اسود، ان هي تسيب الوصفة على شعرها مدة طويلة جدا. تمام، بصوا القوام يجنن ازاي. وبعد ما بتسيبوها الـ4 5 6 7 8 ساعات على شعرك على قد ما تقدري، ممكن تحطيها يعني مثلا الصبح الساعة 12 تحطيها الساعة 12، ممكن تغسليها 12 بالليل عادي، 9 بالليل، على كل ما تقدري تغسليها اغسليها، فما تحطيش الوصفة دي 12 بالليل فبعد كده تلاقي نفسك بعد ساعة هتنامي، لا حاولي تعملي وقت طويل قبلها عشان تعرفي ان الوصفة دي هتاخد منك مدة طويلة وانت حاطاها على شعرك. بس بعد ما الوقت ده يعدي هتغسلي شعرك عادي جدا كويس جدا بالشامبو والبلسم وكل الكلام ده، وبس هتطلعي شعرك بعد ما ينشف كل الكلام ده وتستشوريه وتعملي فيه اللي انت عايزاه، هتلاقي اللون لقط في شعرك بشكل حلو جدا وشعرك بقى لونه بني وهتدعيلي. الوصفه دي طبعا مجربه وامان جدا طبيعيه 100%. بس كده دي كانت وصفه النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو ما عجبكم ما تنسوش الاشتراك في قناتي، وبحبكم جدا ما تنسوش اللايك والاشتراك، ومع السلامه.